في مفاجأة كبرى، إعلان الطوارئ في القاهرة ننشر التفاصيل. وعاجلة، الجيش المصري يستعد لامتلاك مقاتلات جديدة بأسلحة فتاكة، ننشر التفاصيل. وعاجلة، الحكومة تكشف حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات. وفي مفاجأة كبرى، الحكومة المصرية تطالب بسرعة إخلاء أشهر منطقتين في مصر. وجدل واسع في مصر بسبب ادعاء غريب لعالم أزهري. وعاجل وخطير، حلف الناتو يعلن الاستعداد لروسيا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين يوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. أول خبر معانا عاجل، الجيش المصري يستعد لامتلاك مقاتلات جديدة بأسلحة فتاكة. أعلنت شركة داسو للطيران الفرنسية دخول العقد المصري لشراء 30 مقاتلة رافال إضافية حيز التنفيذ. وبتنفيذ العقد ستصبح مصر الثاني أكبر مشغل لمقاتلات رافال بعد فرنسا بعدد 54 مقاتلة. في وقت سابق من الاثنين، كشف موقع ديسكلوز الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع رافال لمصر في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. يشمل الاتفاق حسب التقرير بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ MBDA وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو. وقال الموقع أن الدولة الفرنسية ومعها بنوك BNP باريبا وكريدي أجريكول وسوستيا جنرال وCAC ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة. المصدر معانا كان من RT، ونتمنى إن شاء الله الخير لمصر، وإن شاء الله ده تطور جديد للجيش المصري. نتمنى الخير للجيش المصري وبالتوفيق بإذن الله، وإن الصفقة تتم على خير. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي مفاجأة كبرى، إعلان الطوارئ في القاهرة. وأعلنت شركة الصرف الصحي بمصر وفي القاهرة الكبرى خصوصاً حالة الطوارئ للتعامل مع سقوط الأمطار في ظل وجود توقعات من الأرصاد الجوية بتعرض القاهرة إلى أمطار غزيرة على بعض مناطقها. قال المتحدث باسم شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى وليد عبدين أنه يقوم الآن بالتنسيق مع الأرصاد الجوية بشكل مستمر، ويتم نشر المعدات من سيارات شفط وبدالات ومعدات وعمال وفنيين ومهندسين وسائقين على المحاور والشوارع الرئيسية للتعامل مع أي أمطار. أضاف أنه تم الدفع 145 معدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتغطية أحياء القاهرة والتعامل مع مياه الأمطار. أشار إلى أنه تم حل أزمة تجمعات مياه الأمطار في الأوتوستراد بالقاهرة ومنطقة المنصة وشارع يوسف عباس بمدينة نصر، وذلك بتنفيذ خط صرف بطريق الأوتوستراد بطول 3 كيلومتر وقطره 1200 ملي متر بتكلفة 200 مليون جنيه للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى أن محافظة الجيزة تدفع بما يقرب من 165 معدة وبدالات. وتم إعلان درجة الاستعداد وحالة الطوارئ والتمركز في المناطق المتوقع تعرضها للأمطار لحين إشعار آخر. وأشار إلى أنه تمت إقامة نحو 5 آبار شحن جوفي مرتبطة بالمياه الجوفية على أعماق تصل ل50 مترا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل المتحف الكبير للتعامل مع أي طارئ وشفط مياه الأمطار وخلطها بالمياه الجوفية. أشار إلى أنه خلال الفترات الماضية تم الانتهاء من تطهير البالوعات الأمطار والشبكات والمجمعات ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوريد الاحتياطية والتركيز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتعامل الفوري مع أي أزمة. مصدر معانا كامل الوطن، إن شاء الله يعني نتمنى أن
الشتاء في هذا العام يكون طيب على مصر بإذن الله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الحكومة تكشف حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات. وبكل بساطة أكد المركز الإعلامي المجلس الوزراء أنه لا صحة لما تم نشره من أنباء صدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية. طبعا مركز الإعلامي المجلس الوزراء بيوضح أن كل ما ينشر بخصوص هذا الشأن أو كل اللي بيقول إن في قرار من الحكومة بتعليق الدراسة بالجامعات أو المدارس، طبعا دي كلها إشاعات، ويجب على حضرتك إنك يعني ما تاخدش الأخبار إلا من مصادر موثوقة أو شخص بيقولك إن المصدر من فلان، ده هيبقى شيء كويس. زي ما أنا هقول دلوقتي مصدر هذا الخبر من الموجز، ما صدقش أي حد بيكتب أي كلام على الفيس، لأن سهل جدا ان انا اكتب اي كلام على الفيس او غيري يكتب اي كلام على الفيس تبقى اشاعات فقط ملهاش اي لازمة، ويعني بتثير البلبلة فقط يعني ملهاش اي لازمة. واترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وفي مفاجأة كبرى. الحكومة المصرية تطالب بسرعة اخلاء اشهر منطقتين في مصر. كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسرعة اخلاء الاراضي بمنطقة شمال الحرفيين من الاشغالات القائمة استعدادا لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع المجمع الحرفي. ووجه مدبولي بسرعة إخلاء عزبة أبو قرن ونقل ساكنيها إلى المشروعات السكنية الجاهزة المؤسسة قائلا: أريد تاريخا واضحا لإخلاء المنطقة بالكامل وإعادة تسكين أهالينا هناك في الوحدات الجديدة. أكد ضرورة سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها. ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إخلاء أكثر من 40 فدانا من إجمالي 60 فدانا بمنطقة شمال الحرفيين لتنفيذ مشروع المجمع الحرفي، ويجرى حاليا استكمال إخلاء المنطقة وتسليم التعويضات للمستحقين. أضاف المحافظ أنه تم أيضا إخلاء 812 عقارا بعزبة أبو قرن من أصل 1412 عقارا مستهدف إخلاؤها ضمن مخطط التطوير، ويجرى استكمال عملية الإخلاء، لافتا إلى أن كل عقار يجرى إعادة تسكين من يسكن في هذا المسكن يتم إخلاؤه على الفور وإزالته. وخلال الاجتماع عرض المهندس خالد صديق الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية. أشار إلى أنه تم إعداد الدليل العملي المرجعي لتنفيذ الأعمال الاستشارية الخاصة بمخطط التطوير والرسومات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية بمحافظة القاهرة. أضاف أنه عقدت عدة جلسات لبدء الحوار المجتمعي لتوضيح خطة الدولة لإعادة إحياء وتوظيف القاهرة التاريخية في حضور الجهات المشاركة بالمشروع، ويجرى التفاوض مع ملاك الأراضي لبدء الإزالة وتنفيذ المخطط المقترح مع حصر رغبات التعويض. كما عرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية خلال الاجتماع موقف أعمال تنفيذ المجمع الحرفي بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر. وضح أن المجمع سيشكل تجمعا حرفيا لنقل الحرف غير المتوافقة عمرانيا بالقاهرة التاريخية، وتم اختيار منطقة شمال الحرفيين لتنفيذه. كما تم إعداد تصوير معماري للمنطقة الحرفية على مساحة 60 فدانا، ويجرى حاليا استكمال الإجراءات لبدء التنفيذ. المصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن يعني منطقة الحرفيين دي منطقة كبيرة جدا، يعني حصل حاجة في عربيتك بتروح توديها يعني غالبا لمنطقة الحرفيين، لأن بيبقى في هناك ناس ذو سمعة يقدروا إنهم يعني يصلحوا عربيتك بضمير وبأقل تكلفة. يعني هذه هي منطقة الحرفيين الخاصة بإصلاح السيارات وبيع قطع غيار السيارات وأي شيء يعني ليه علاقة بالسيارات. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وجدل واسع في مصر بسبب ادعاء غريب لعالم أزهري. أثار أحد علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف محمد أبو بكر جاد الرب الجدل بتصريحات حول إن الجن يمكنه سرقة الأموال والذهب من المنزل. وأضاف العالم الأزهري في مقطع فيديو مصور على صفحته على فيسبوك أن سرقة الأموال وقعت في منزله بالفعل، وفسر ذلك بأن عالم الجن كعالم البشر، منهم أجيدون ومنهم سيئون، لذلك إذا اختفت الأموال من منزلك
أو الذهب وتأكدت أن أهل بيتك لم يقوموا بالأمر وتساءلت ما إذا كان الجن سرقها فهذا صحيح لأنه يسرق من الأموال والذهب والأطعمة حسب كلامه. وفي هذا الأمر قال الدكتور عبد السلام عبد المنصف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الجن مكلف مثله مثل الإنسان، وأن رسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى الإنس وإلى الجن مخاطبا كليهما. وأضاف أمين الفتوى في فيديو له على صفحته الرسمية على فيسبوك: الإسلام أيضا يخاطب الإنسان ويخاطب الجن، فالجن مثله مثل الإنسان، منه المسلم وغير المسلم والمؤمن وغير المؤمن. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وخطير. حلف الناتو يعلن الاستعداد لروسيا. حذر رئيس حلف الناتو روسيا من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد تجمعات كبيرة وغير عادية لقوات الجيش الروسي على حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. وفقا لشبكة سكاي نيوز، قال رئيس حلف الناتو بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني: أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير، ندعو روسيا إلى التحلي بالشفافية فيما يخص نشاطاتها العسكرية. أعربت أمريكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا عن القلق في الأيام الأخيرة تجاه انتشار القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين: يجب أن نمنع حصول تصعيد عسكري، داعيا روسيا إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودخلت أوكرانيا بسبب ذلك في نزاع مسلح مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد. كما تتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا، وهو ما تم في موسكو. وقال ديمترو كوليبا: ما نراه حاليا على طول الحدود ليس تعزيزا بحت عسكري، لأن روسيا أشرت أسطولا عسكريا على حدودنا في الربيع ولم تسحبه منذ ذلك الحين. وأضاف: ما نراها الآن هو وضع متدهور تثبت فيه روسيا أنها تستطيع بسرعة تفعيل القوات والمعدات التي حشدتها، وأن كل الخيارات بما فيها العسكرية مطروحة على طاولة القادة الروس. وتابع أن كل الدول الأعضاء في الحلف تدين بصوت واحد سلوك روسيا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.